تدب الحياة هنا في أول الصباح. هذا السوق المكتظ بالصيادين يعد من أهم أسواق الأسماك البحرية في العراق. الواقع أقصى جنوبي العراق موطن صيد الأسماك البحرية هنا، لكن هذه المهنة تعاني من اندثار وتصارع البقاء بحسب الصيادين. خوف دائم من الاعتقال من قبل خفر السواحل الكويتية يعيشها الصيادون، فحملات الاعتقالات في المياه الإقليمية تتكرر وباستمرار وسط صمت حكومي عن هذه الاعتقالات والتي تهدد رزق هؤلاء الصيادين، فالكثير منهم ترك مهنته بسبب المعاملة السيئة. على طول السنة هاي الاعتداءات، وبعد من يجينا الموسم تتكرر الاعتداءات أزيد من لازم. أول البارحة طلقوا النار على صيادين، رموهم رمي حقيقي، يعني اعتاد حي حقيقي، والحمد لله والشكر تعدت بسلامات، ما تصوب ولا صياد عندنا ولا زورة. والله قاعد الصياد العراقي قاعد يتعرض لإطلاقات نارية من خفر السواحل الكويتي ومن خفر السواحل الإيراني، زين، والصياد العراقي ما حد مسانده. زين، التضييق بات واضحا جدا في مياه شط العرب، فهذه الأعباء أثقلت كاهلهم. البحارة هنا يعانون أشد المعاناة بعدما تغيرت مناطق الحدود البحرية، وذلك عقب الحروب على العراق. في هذا المركب البحري أصغر البحارة هنا يروي لنا ما يرافقه من مضايقات أثناء رحلة الصيد بحثا عن لقمة العيش. إيران، إيران منكضك يريد فلوس، ما يرميك لا يكتلك لا الإيراني، الإيراني حاجك دور الإيراني يكضك ببرنة، هاي مو برنة يجي كضك ببرنة، تعطيه فلوس 50-60 ورقة 40 ورقة 20 ورقة تروح للخور بالموسم مع الصبور. الدورية الكويتية، الكويتي لا يدور فلوس ولا يكتلك. ويستغرب مراقبون من موقف الجهات الحكومية التي لا تعلق على أي تعرض يحدث للصيادين العراقيين من اعتقال واحتجاز وغيرها من الممارسات ضد المواطنين العراقيين في وسط المياه. تكرار الاعتداءات على صيادنا في شبه جزيرة الفاو حتى بات العمل هنا مستحيلا جراء تقليص الحدود المائية للبحارة العراقيين من قبل دول الجوار. مصطفى الشمري، قناة التغيير، مدينة البصرة.